بسم الله الرحمن الرحيم. تجربتنا اليوم Surface Tension Coefficient by Capillary Rise Method، أو قياس معامل التوتر السطحي لسائل عن طريق ارتفاع السوائل في الأنابيب الشعرية. الأدوات اللي معانا أنابيب شعرية أو Capillary Tube، Try with Water أو Tank with Water، Ruler، Vernier Microscope أو Traveler Microscope. هو عبارة عن ميكروسكوب مركب على Vernier أو الورنية التي تتحرك على القدمة أو المسطرة الحديد. Adhesive Tape، أو ممكن أستخدم مكان الأدهيسيف تيب قطعة من الفلين مع Supporting Stand. خاصية التوتر السطحي، خاصية تجعل سطح السائل يبدو كما لو كان غشاء مرن مشدود. Make the surface of the liquid seems to be stretched, thin stretched membrane. ويمكن تعريف التوتر السطحي على أنه القوة العمودية المؤثرة على وحدة الأطوال من سطح السائل أو التي تغير من سطح أو من شكل سطح السائل. Is the force per unit length required to change the surface liquid shape. في تجربتنا النهاردة هنحاول نوجد قيمة معامل التوتر السطحي عن طريق الخاصية الشعرية. والخاصية الشعرية هي خاصية تجعل سطح الماء يرتفع أو ينخفض في الأنابيب ذات الأقطار الصغيرة. ارتفاع أو انخفاض سطح السائل في الأنابيب الشعرية بناء على نوع القوة بين مادة الأنبوبة وسطح السائل. فإذا كان قوة التلاصق بين سطح السائل وسطح الأنبوبة أكبر من قوة التماسك بين جزيئات السائل نفسها، فإن السائل يرتفع في الأنبوبة الشعرية. أما إذا كانت قوة التماسك بين جزيئات السائل أكبر من قوة التلاصق بين سطح السائل وسطح الأنبوبة الشعرية، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض السائل في الأنبوبة الشعرية كما يحدث في حالة الزئبق. أما ارتفاع السائل في الأنابيب الشعرية يحدث كما يحدث في حالة ارتفاع الماء في الأنبوبة الشعرية. عند ارتفاع الماء في الأنبوبة كما بالشكل، وحيث أن هناك زاوية تماس بين سطح الماء وسطح الإناء أو سطح الأنبوبة، فإنه يكون زاوية تماس. وبما أن قوة التوتر السطحي هي عبارة عن 2 باي جاما آر، وفي وجود الزاوية فإن هذه القوة هي عبارة عن مركبتين، مركبة في اتجاه الكوزين ومركبة في اتجاه الساين. المركبة في اتجاه الساين تتعادل مع قوة الشد في سطح السائل. هذه القوة هي التي تتسبب في أن سطح السائل يبدو كما لو كان غشاء مرن مشدود، أو هي تتسبب في شد سطح السائل. محصلة القوتين، قوة الشد في الثم ممبرين أو الغشاء الرقيق لسطح السائل، و2 باي جاما آر ساين سيتا أو المركبة الأفقية لقوة التوتر السطحي، كلاهما يلاشي تأثير بعضهم الآخر. أما المركبة الأفقية هي تلك المركبة المسؤولة عن شد سطح الماء من مستوى سطح الإناء الحاوي لهذا الماء إلى ارتفاع مقداره H. على ارتفاع H يتوقف سطح الماء أو يتوقف شد سطح الماء، وبالتالي نقول أن هناك حدث اتزان بين المركبة الأفقية ووزن عمود الماء
أو وزن اسطوانة الماء الذي يمثله ارتفاع H. يبقى إذن هناك قوة تؤثر إلى أسفل وقوة تؤثر إلى أعلى. القوة التي تؤثر إلى أعلى هي قوة أو هي المركبة الرأسية لقوة التوتر السطحي، والقوة التي تؤثر لأسفل هي وزن عمود الماء في الاسطوانة التي ارتفاعها يساوي H. أي أن F داون تساوي M G وزن عمود الماء، والM عبارة عن حاصل ضرب الدينستي في الفوليوم أو الكثافة في الحجم، وحيث أن حجم هو عبارة عن حجم عمود الماء أو عبارة عن حجم الاسطوانة، وحجم الاسطوانة عبارة عن باي R تربيع في الارتفاع H. يبقى إذن الF داون أو القوة التي تؤثر لأسفل هي عبارة عن مساحة القاعدة باي R تربيع في الارتفاع H في الرو اللي هو كثافة السائل في الجي. أما القوة التي تؤثر لأسفل فهي عبارة عن قوة التوتر المركبة الأفقية المركبة الرأسية لقوة التوتر السطحي، وحيث أن زاوية التماس هي زاوية صغيرة تكاد تقترب من الصفر، فإن كوزين صفر يساوي واحد، وحيث أن كوزين صفر يساوي واحد يبقى إذن القوة التي تؤثر إلى أعلى هي عبارة عن 2 باي آر جاما، والقوة التي تؤثر لأسفل أو تتعادل مع القوة التي تؤثر لأسفل وهي عبارة عن باي آر تربيع جاما رو إتش. ومنها نحصل على قيمة جاما، حيث جاما تساوي R H رو جي على 2، حيث R اللي هو الراديوس أو نصف قطر الأنبوبة الشعرية، H هو ارتفاع السائل مقدار ارتفاع السائل عن ارتفاعه في الحوض أو في ارتفاعه في الإناء الذي توجد به الأنبوبة الشعرية، رو هي عبارة عن كثافة السائل، جي acceleration due to gravity أو ثابت الجاذبية الأرضية. يبقى إذن نحتاج لحساب جاما، حساب كل من R نصف القطر و H الارتفاع، أما الرو والجي فهي ثوابت. لحساب نصف القطر نستخدم الفيرنير مايكروسكوب أو الترافيلر مايكروسكوب، بحيث توضع الأنبوبة في شكل أفقي تماماً أو تثبت بواسطة قطعة الفلين في شكل أفقي تماماً، ثم نستخدم الميكروسكوب المثبت على الفيرنير لرؤية أفضل صورة ممكنة لفوهة الأنبوبة، ثم بعد ذلك نستخدم الفيرنير لحساب قطر الأنبوبة ونقسم على 2 لحساب نصف القطر. أو يمكن أن نستخدم الأدهيسيف تيب لتثبيت الأنبوبة في شكل رأسي من خلال على البنش أو على المنضدة، ثم نستخدم الفيرنير مايكروسكوب أو الترافلر مايكروسكوب لحساب القطر كما فعلنا سابقا. لنفرض أن الأنبوبة مثبتة في شكل أفقي تماما، نحاول إيجاد أفضل صورة ممكنة من خلال عدسة الميكروسكوب أو التلسكوب المركب على الفيرنير. نحاول إيجاد أفضل صورة ممكنة نستخدم قلم الماركر لتحبير فوهة الأنبوبة حتى يحدث تباين فتظهر الصورة. ولحساب نصف القطر الداخلي للأنبوبة نستخدم
الترافلر ميكروسكوب، سنضع الأنبوبة في وضع رأسي في وضع أفقي تماما، وباستخدام مسمار التحريق، مسمار التحريق، نحاول أن نوجد أفضل صورة ممكنة لفواهة الأنبوبة. ثم بعد ذلك من خلال مسمار تحريك الفيرنير نضع شعرة القياس أو الكروس هير على الطرف الأول للأنبوبة، ثم نأخذ القراءة X1، ثم نحركها إلى الطرف الآخر للطرف الآخر للقطر الآخر للأنبوبة أو الطرف الآخر للقطر الداخلي للأنبوبة، ونأخذ القراءة X2. تظهر فواهة الأنبوبة كما بالشكل، بعمل فوكسنج باستخدام الميكروسكوب تظهر فواهة الأنبوبة كما بالشكل. نستخدم الكروس هير أو نمركز الكروس هير في مركز الأنبوبة تماما، ثم نبدأ في تحريك شعرة القياس أو الكروس هير في اتجاه أحد أطراف القطر الداخلي للأنبوبة. نلاحظ كما بالصورة أو كما بالشكل أن أحد أطراف الكروس هير يتمركز على القطر الداخلي، أحد الأقطار الداخلية للأنبوبة. ثم نأخذ قراءة الفيرنير ولتكن X1، ثم نبدأ في تحريك شعرة القياس إلى الطرف الآخر أو الحد الآخر من القطر الداخلي للأنبوبة كما بالشكل، ونأخذ قراءة الفيرنير ولتكن X2. بطرح X2 ناقص X1 أو طرح القيمة الأكبر ناقص القيمة الأصغر نحصل على قيمة الديامتر للأنبوبة أو نحصل على قيمة قطر الأنبوبة. نسجل النتيجة في الجدول ثم نقسم على 2 لحساب نصف القطر. نحسب الآن نصف قطر الأنبوبة. نأخذ القراءة X1 وهي تساوي أربعين وواحد من عشرة، 141.1 ملي، ثم نحرك في اتجاه الطرف الثاني لنوجد قيمة X2 وهي تساوي 141 ملي وثلاثة من عشرة. يبقى إذن بطرح 141 ملي وثلاثة من عشرة اللي هي X2 ناقص X1 اللي تساوي 141.1 ملي، يبقى إذن قطر الأنبوبة القطر الداخلي للأنبوبة يساوي 1.2 ملي، يبقى إذن نصف القطر يساوي 6.1 ملي أو 6.1 في 10^3 متر. نحسب الآن ارتفاع السائل في الأنبوبة باستخدام المسطرة العادية. نضع الأنبوبة بمحاذاة المسطرة تماما، ثم نضع المسطرة والأنبوبة في السائل، ثم نطرق طاقا خفيفا حتى نسمح للسائل بالارتفاع في الأنبوبة، ثم نحسب قيمة ارتفاع السائل في الووتر تانك أو الووتر ترايل وليكن 2.5 سنتي، ثم نحسب ارتفاع السائل في الأنبوبة
إذن ارتفاع السائل في التانك وارتفاع السائل في الأنبوبة وهو يساوي 4.5 سنتي. يبقى إذن ارتفاع السائل في الأنبوبة أو مقدار H يساوي 4.5 ناقص 2.5 سنتي يساوي 2 سنتي. يبقى إذن H تساوي 2 سنتي. نسجل النتيجة في الجدول. 2 سنتي تساوي 2 من 100 متر. وحيث أن كثافة الماء هي رو للماء تساوي 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب، والجي تساوي 9.8. بالتعويض عن قيمة كل من الار والاتش والرو والجي في المعادلة نحصل على قيمة جاما، وهو عبارة عن معامل التوتر السطحي. نكرر هذه التجربة مع أنابيب مختلفة الأقطار، وفي كل مرة نحسب قيمة جاما، وبحساب كل من جاما 1 زائد جاما 2 زائد جاما 3 زائد جاما N على N نحصل على قيمة متوسط جاما أو متوسط معامل التوتر السطحي للماء، ويقاس بوحدة نيوتن لكل متر. شكرا.